في يوم من أيام شهر يناير سنة 1985، واحد من ضباط جهاز المخابرات العامة المصرية واللي كان مسؤول عن المراسلات الدولية قدم تقرير لإدارة الجهاز بيقول فيه إنه تم رصد جواب، والجواب ده صادر من مصر ومن مواطن مصري رايح لعنوان معين موجود في اليونان. ولكن المفاجأة هو إن العنوان ده بيتطابق مع واحد من العناوين الخاصة بالمقرات السرية للموساد الإسرائيلي داخل اليونان. وطبعا زي ما انت عارف ان المقرات السرية او المنازل الامنة الخاصة بأجهزة المخابرات دايما بتتغير من وقت للتاني، وهنا بقى بتظهر كفاءة أجهزة المخابرات، فان كل جهاز يقدر انه يكتشف العناوين السرية للأجهزة المعادية وفي أسرع وقت. المهم يا سيد ان اول ما المعلومة وصلت جهاز المخابرات قالوا خلاص راقبوه وشوفوا الراجل ده يطلع مين وبيعمل ايه بالظبط. واول ما جم يراقبوه اكتشفوا اوضاعه الغريبه والمثيره للشك. لقوه انه دايما بيتردد في محيط ثلاث جامعات، جامعه القاهره وجامعه عين شمس وجامعه الازهر، وكل مره كانوا يلاقوه في مكان غير التاني. مره مثلا يلاقوه عند كليه الحقوق، مره تانية يلاقوه عند كليه التجاره، يعني كان منتشر تقريبا في كل مكان في الجامعه. الشيء الغريب انه اعتاد كل يوم وبعد ما يطلع من الجامعه ياخد بعضه ويروح يقف مع بتاع السندوتشات، مع بتاع الجرايد، اي حد فاتح محل او مكتبه في محيط الجامعه، يقعد يتكلم معاهم شويه وبعد كده ياخد بعضه ويمشي. الشيء الاغرب انه كان بيدخل التلات جامعات بمنتهى السهوله وبشكل رسمي جدا، على الرغم انهم لما عملوا تحرياتهم اكتشفوا انه مش طالب في ولا جامعه من الثلاثه. ولما زودوا المراقبه والتحريات عنه اكتشفوا انه مزور تلات كارنيهات للتلات جامعات، كل كارني منهم بيقول انه طالب جوه الجامعة. وهنا وبعد ما تم ترتيب كل الصور والمعلومات والبيانات جنب بعضها كان حل اللغز، وهو الكشف عن الجاسوس الخاين سليمان نور سليمان. ونبتدي منين الحكاية؟ نبتديها سنة 1961، وداخل واحد من الاحياء الشعبية بمحافظة القاهرة كانت نشأة وميلاد الجاسوس سليمان نور سليمان. كانت نشأة سليمان في أسرة متوسطة الحال، يعني زيه زي معظم الأسر المصرية. اتدرج في التعليم لحد ما حصل على بكالوريوس التجارة سنة 1982. سليمان وأثناء فترة دراسته الجامعية كان بيشتغل في واحد من الشوارع المحيطة اللي موجودة في حي المسكي أو حي الحسين بالقاهرة. كان عنده فرشة صغيرة في المكان ده بيبيع فيها بعض الهدايا كده والتحف والقطع الفرعونية اللي بتتباع للسياح اللي موجودين في المنطقة. استمر بقى في الشغل ده طول فترة دراسته وحتى بعد ما خلص الدراسة، وكانت أموره ماشية هادية وعادي جدا بدون أي مشاكل، لحد ما في يوم من الأيام تحصل الصدفة، مجموعة من السياح اليهود وقفوا عنده على الفرش بتاعه عشان يشتروا مجموعة من الهدايا أو التحف الفرعونية. فجي واحد من ضمن اليهود دول قام جاي رامي كلمتين لسليمان كده من تحت لتحت، يعني زي ما تقول بالبلدي كده كان بيجس نبضه. قال له انت عارف بقى شوية البضاعة اللي انت بتبيعهم دول، لو فتحت معرض او بازار عندنا في اسرائيل الموضوع ده يمشي معاك كويس جدا، وعلى فكرة احنا بنحب الاثار الفرعونية جدا، وعندنا كمان مجموعة كبيرة من المصريين شغالين في الموضوع ده هناك، وعلى العموم ده الكارت بتاعي وانا نازل في الفندق الفلاني، ان حبيت في يوم تيجي تسهر معانا اهلا وسهلا. الراجل رمى الكلمتين من هنا وخد بعضه ومشي. سليمان بقى لا بقى على حامي ولا على بارد، قعد يقلب الموضوع يمين وشمال لحد ما الفكرة سخنت في دماغه وقرر انه يروح للراجل اليهودي ده على الفندق اللي قاله عليه. المهم ان سليمان اول ما وصل الفندق طلب انه يقابل الراجل اليهودي، فضل قاعد مستنيه شوية لحد ما الراجل جاله وبدأوا انهم يقعدوا مع بعض، قعدوا واتكلموا تقريبا في كل حاجة. وبعد ما المقابلة خلصت فجي الراجل اليهودي ده عزم سليمان انه يقضي معاه سهره اليوم ده في واحد من النوادي الليليه. سليمان واول ما الراجل اليهودي عرض عليه العزومه وكانه ما صدق، وافق على طول وراح معاه على النادي الليلي اللي قال له عليه. وهناك هاتك بقى يا شرب وسكر وخمر، وقعد يرقص ويسكر لحد ما اتعمى. بعد ما استوى على الاخر وبقى سكران طينه ومش شايف قدامه، قام الراجل اليهودي ده واخده معاه وطالع بيه على شقه خاصه. وهناك كانت في انتظارهم واحدة من نفس الجروب اليهودي، وطبعا الباقي حضراتكم عارفينه. طيب أول مرة وهنقول غلطان والشيطان غواه وطيش الشباب، هل بعد كده راجع نفسه وقال يا دي يا سليمان بلاش ان احنا نغلط الغلطة دي مرة تانية؟ أبدا، ده كرر الغلطة تاني وتالت ورابع لحد ما خلاص بقى زي العجينة في ايديهم، وبقى بالظبط زي الكورة اللي حضرتك بتلعب بها برجليك. وفي اللحظة دي أخدوا قرار تجنيده وتدريبه،
لكن تجنيد وتدريبه كان تقريبا مستحيل في مصر، وعشان كده قرروا انهم ينقلوه للمرحلة التانية، وهي انهم يسحبوه من مصر عشان يودوه للمكان الآمن او المقر السري بتاعهم خارج مصر. وهنا بدأت البنت اليهودية انها تلتف حواليه او ترمي شباكها عليه. فجات البنت دي قالت لسليمان: انت خلاص بقيت واحد مننا وصديقنا المقرب، ايه رأيك احنا مسافرين من مصر ورايحين على اليونان، ما تيجي تقضي لك يومين حلوين معانا وبعد كده تبقى تاخد بعضك وترجع على مصر. سليمان بدون اي تفكير او حتى لحظة تردد وافق على طول، كان بيعتقد من جواه انه فعلا بقى صديقهم المقرب وانه واحد منهم، واللي كان واضح جدا ان الاتنين الراجل والبنت اليهودية من عناصر او فرازي الموساد الاسرائيلي. وفعلا وبطريقة ما عرفوا يطلعوا تأشيرة سياحة لسليمان وحجزوا له كمان تذكرة الطيران وسافر معاهم على اليونان. ولكن المشكلة في سليمان ان اول صفة او سمة تلاحظها عليه انه كان سهل الانقياد او ضعيف الشخصية بشكل لا يمكن تتخيله. انما الميزة بقى اللي كانت بتميزه بشكل ملحوظ جدا انه كان اجتماعي وسريع الاختلاط، يعني كان ممكن يتعرف عليك في دقايق وبمنتهى السهولة. واللي ساعده على الموضوع ده مهنته كبياع في وسط السوق، هم دول اهم صفتين لاحظهم عليه فراز الموساد. المهم انه في اليونان اخد راحته على الاخر وكرر الغلط تاني وتالت وعاشر، لكن المرة دي بقى كانوا عاملين حسابهم بالصوت وبالصورة، كانوا عاملين حسابهم عشان اللحظة المناسبة لتجنيد سليمان. فجت البنت اليهودية دي او فرازة الموساد واللي كان اسمها كارازان افيدين، وهي نفسها بالمناسبة اللي اصبحت فيما بعد زوجته وانجب منها 3 ابناء، وده اللي لسه هشرحه لك قدام. المهم انها بدأت تقنعه انهم عبارة عن مجموعة صحفيين وانهم شغالين في اشهر صحيفة موجودة في اسرائيل، وقالت له ان الجريدة دي بتجمع اخبار عن كل دول العالم وطبعا من ضمنهم الوطن العربي واكيد طبعا مصر، وطلبت منه بشكل صريح انه يجمع لها بعض الاخبار عن المجتمع المصري وخاصة عن الحركات الطلابية السياسية اللي في الجامعات المصرية. يعني مثلا طلبة الجامعات بيفكروا او عايزين ايه، بيقولوا بينهم وبين بعض ايه، مشاكلهم عبارة عن ايه، الاوضاع الاقتصادية للمجتمع المصري، السلع اللي ناقصة في السوق، الحاجات اللي مضايقة الناس. وطبعا فهمته ان كل التقارير اللي هتتكتب دي مش هتتكتب بقى على سبيل المحبة ولا على سبيل الجدعانة ما بينهم، ده كل تقرير هيتكتب هياخد المقابل المادي بتاعه وبالدولار، يعني اهو منك تساعدني في شغلي وكمان تجمع لك قرشين كويسين وانت قاعد في بلدك. المشكلة ما كانتش في اي كلام من اللي اتقال، المشكلة الأكبر إن سليمان اكتشف إنهم من الموساد الإسرائيلي من أول سطرين قالتهم، ووافق على كل الطلبات اللي طلبوها منه، وكان كل همه أو كل اللي عايز يعرفه حاجتين: هيقبض كام وهيسفروه على إسرائيل إمتى. وفعلا وفي نفس اللقاء بدأوا يدربوه على وسائل التجسس، بدأوا مثلا يدربوه على إنه إزاي يجمع المعلومة من غير ما الشخص اللي قدامه يشك فيه، وازاي كمان انه يندمج في وسط طلبة الجامعات ويسمع في تجمعاتهم بيقولوا ايه، وعلموه ازاي يحلل الكلام اللي بيتقال ويستخلص منه المعلومة ويبعتها لهم، وعرفوه كمان ازاي يبعت لهم المعلومات دي من خلال الجوابات المشفرة على العناوين اللي هيدوها له في اليونان. وبالفعل رجع سليمان على مصر في منتصف عام 1984، استغل بقى ان العام الجديد كان خلاص على الابواب، وبطريقة ما عرف انه يزور 3 كرنيهات لـ3 جامعات، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة الازهر. 3 كرنيهات بيقولوا انه طالب في كل جامعة. واول ما بدأ العام الدراسي الجديد بدأ سليمان بقى في شغله زي الدينامو، وبقى من الجامعة دي للجامعة دي ومن هنا لهناك، كل همه انه يجمع اي معلومة عشان يبعتها لأسياده. واستمر شغله بالشكل ده لمدة 3 شهور كاملين، وخلال الـ3 شهور بعت 3 جوابات على اليونان في العنوان اللي قالوله عليه، لحد اللحظة اللي تم رصده فيها من المخابرات المصرية ومن خلال معلومتين. المعلومة الأولى إن المخابرات رصدت 3 جوابات طالعين من داخل مصر من مواطن مصري لعنوان موجود في اليونان تابع للموساد الإسرائيلي، وكان في الوقت ده المخابرات تقريبا على علم بجميع المقرات السرية أو المنازل الآمنة الخاصة بالموساد داخل اليونان. وتأكدت بقى المعلومة الأولى دي عن طريق المعلومة التانية، وهي أنه بعد ما كلفت عناصر المراقبة السرية بمراقبته اكتشفوا تصرفاته الغريبة اللي بيقوم بيها في محيط الـ3 جامعات. وبعد ما اجتمعت المعلومتين تأكد لجهاز المخابرات المصرية أن سليمان بالفعل على علاقة بالموساد الإسرائيلي،
وهنا بقى اجتمعوا عشان يشوفوا القرار اللي هيصدروه بحقه. ساعتها بقى أخدوا القرار إنهم يأجلوا مسألة القبض عليه ويستمروا في مراقبته، وده لهدفين. الهدف الأول إنهم يمدوا سليمان وبشكل سري بمعلومات مغلوطة، وبالتالي يمد الموساد بمعلومات غلط. الهدف الثاني عشان يتأكدوا هل سليمان شغال في مصر لوحده ولا في حد داخل مصر بيتعاون معاه. ولكن اللي حصل إن الموساد عرف إن المخابرات المصرية كشفت العميل بتاعه داخل مصر، فجت العميلة أو فرازة الموساد اللي اسمها كرزان عرفت إنها تتواصل مع سليمان داخل مصر وعرفته إنه اتكشف من المخابرات المصرية، وكانت مخططة له خطة الهروب، وهي إنه يهرب من مصر على اليونان ومن اليونان يهربوه على تل أبيب. وهو ده بالفعل اللي حصل. المخابرات المصرية رصدت سفره من مصر وهو رايح على اليونان، ولكن التوقعات كانت بتقول إنه مسافر على اليونان عشان مثلا هيدربوه على جهاز جديد، عشان هيدوله تعليمات جديدة وينزل يطبقها في مصر. ولكن اللي حصل كان عكس التوقعات تماما، وهو أول ما وصل على اليونان كانوا مخططين له بقى الخطة التانية لسفره لتل أبيب. وكان الكلام ده في منتصف سنة 1985، وأول ما وصل على تل أبيب تخلى عن الجنسية المصرية وحصل على الجنسية الإسرائيلية. ومش كده وبس، ده كمان عشان كرزان تقبل الزواج منه تخلى عن ديانته واعتنق الديانة اليهودية، واختار لنفسه اسم يوري شلومو نور، وتزوج بالفعل من كرزان البنت اليهودية اللي جندته، وأنجب منها بعد كده 3 بنات يهوديات إسرائيليات. ولأن سليمان كان وشه اتعرف واتكشف للمخابرات المصرية، قرر الموساد إنه يحوله لحاجة اسمها العميل النائب، وده معناه بالبلدي كده إنهم يفضلوا راكنينه ومنيمينه ولابد في الدرة لحد ما يضمنوا إن العين اتشالت من عليه وسيرته ماتت تماما. بعدها يبدأوا بقى يصحوا العميل النايم ده عشان يستعينوا بيه، وده بالفعل اللي حصل مع سليمان. فضلوا بقى منيمينه في الدورة كتير، فضل على الوضع ده 10 سنين كاملين، من 1986 لحد 1996، لحد ما قرر الموساد الإسرائيلي إنه يفتح مكتب سفريات موجود في ميلانو في إيطاليا. وساعتها وقع اختيارهم على سليمان أو على شلومو نور إن هو اللي يبقى وكيل سفرياتهم هناك أو مدير المكتب في ميلانو. وبالفعل سافر سليمان على هناك واستلم شغله حسب الأوامر. وعدت الأيام على كده لحد شهر مارس سنة 1998. خلال الشهر ده اتعمل في تل أبيب مسابقة اسمها مسابقة ملكة الجمال عندهم أو أجمل واحدة فيهم. وكانت نتيجة المسابقة إن بنت عمرها 18 سنة اسمها لينور أبرجيل هي اللي فازت باللقب. بعد ما البنت دي فازت باللقب جالها عرض من ميلانو في إيطاليا إنها تروح هناك عشان تشتغل عارضة أزياء. عارضة أزياء في دار اسمها دار ريو للأزياء الصيفية، أو بمعنى أصح لملابس البحر. المهم إن البنت وافقت على العرض وخدت بعضها وسافرت على ميلانو. خلال الفترة دي بقى كان الموعد اللي مقرر يقام فيه حفل ملكة جمال العالم، والمفترض ان الموعد اللي كان هيتم اقامة الحفل فيه في نهاية شهر نوفمبر سنة 1998، وطبيعي طبعا ان لينور هتشارك في الحفل. فجت البنت وقبل ميعاد المسابقة ب3 أسابيع فقط قررت انها تسافر على اسرائيل عشان تشوف اهلها، وبعد كده ترجع على ايطاليا تحضر المسابقة. فقامت جاية واخدة بعضها وطلع على مكتب السفريات اللي المفروض شلومو نور هو المدير بتاعه، وطلبت منه انه يحجز لها تذكرة طيران مباشر من ميلانو على تل أبيب. ولكن سليمان رد عليها وقال لها ان مفيش ولا تذكرة طيران مباشر من ميلانو، والحل الوحيد انه يحجز لها من روما، والحجز ده هيبقى يوم 9 نوفمبر سنة 1998. الصدمة التانية بقى اللي قالها لها سليمان ان مفيش ولا رحلة طيران داخلية تقدر تسافر من خلالها من ميلانو تروح بها روما. سليمان لما شاف البنت فحاول بكل الطرق كده انه يتقرب منها، واستغل فرصة ان مفيش ولا رحلة طيران داخلية، وبدأ انه يعرض عليها ان هو اللي وصلها بعربيته لحد مطار روما، وطبعا قال لها انه اسرائيلي وانه يهودي ومتزوج وعنده 3 ولاد في اسرائيل. كل الكلام ده عشان يطمنها فإنها تكون موجودة معاه في العربية ويوصلها لحد هناك. وبالفعل البنت وافقت واتفقت معاه إنه هيعدي عليها قبل ميعاد السفر بيوم عشان تركب معاه يوصلها لحد روما. ومن ساعة ما سابته ومشيت وكل اللي بيفكر فيه سليمان إنه إزاي يوصل للغرض اللي في دماغه، وعشان كده أخذ القرار وجهز نفسه إنه قبل ما يوصلها المطار يكون وصل للي هو عايزه وبأي طريقة. وبالفعل الساعة 5 مساء يوم 8 نوفمبر سنة 1998
عد عليها سليمان بسيارته في المكان اللي هي ساكنة فيه، وأول ما وصل كانت لينور في انتظاره وركبت معاه وبدأوا يتحركوا ومشوا تقريبا حوالي 3 ساعات كاملين. كان الليل في الوقت ده خلاص نزل عليهم. اتفاجئت لينور انه بدأ ينحرف عن الطريق الرئيسي وبدأ يدخل في طريق كله أشجار وغابات، ولما حاولت تسأله هو ليه ماشي في الطريق ده وسايب الطريق الرئيسي فرد عليها وقال لها ان الطريق ده مختصر وانه هيوفر عليهم وقت كبير وانه كمان متعود يمشي فيه. وفجأة لقيته وقف العربية وبدأ يطلب منها الموضوع وبشكل صريح، وحاولت البنت معاه انها تراوغه بكل الطرق، حاولت تجيبه يمين تجيبه شمال، ولكن سليمان كان خلاص صمم واخد القرار ودماغه تربست على كده. وهي بقى بتعمل في محاولاتها دي، وفي اقل من اللحظات كان سليمان مطلع سلاح ابيض وبيهددها بيه. في ثواني كان مطلع لزق وبدأ انه يلزق بقها عشان ما تستنجدش بحد، وبعد كده راح جاي مربط ايديها عشان ما تحاولش الهرب واتم جريمته تحت تهديد السلاح. وبعد ما انهى فعلته اخد القرار انه يقتلها ويتخلص منها. طلع من معاه كيس بلاستيك وبدأ انه يلبسه لها في دماغها عشان يقفل عليه بقوة، وبعد كده يرميها في الغابة وتموت مخنوقة. المهم ان البنت في اللحظات دي كانت عمالة تبكي وبمنتهى الحرقة، وكانت عمالة تعمل اشارات كده بدماغها، يعني فيما معناه انها تستنجد بيه يشيل اللزق من على بقها عشان عايزة تقول له حاجة. وفعلا سليمان استجاب وشال اللزق من على بقها عشان يسمعها عايزة تقول ايه، وقعدت البنت تبكي وتتحايل عليه ووعدته كمان انها ما تبلغش عنه. وبالفعل سليمان استجاب لكلامها وراح جاي واخدها معاه في عربيته وطلع بها على الطريق ورماها على الاسفلت ومشي. بالصدفة كان في عربية معدية على الطريق وشافوها بالمنظر ده، قاموا جايين واخدينها معاهم ووصلوها لأقرب قسم شرطة، وهناك قدمت بلاغ ضد سليمان نور أو ضد شلومو نور. وبالفعل الشرطة الإيطالية قبضوا عليه وبدأوا يحققوا معاه، ولكن على الرغم من كل اللي حصل إلا أنهم ما قدروش يثبتوا أي دليل عليه وأطلقوا سراحه. وبعد 3 أسابيع فقط من الواقعة كانت مسابقة ملكة جمال العالم أقيمت فعلا في روما في إيطاليا، وفي الحفلة دي توجت بقى لينور أبرجيل ملكة جمال العالم. وأول ما خلصت المسابقة قررت إنها ما تقعدش في إيطاليا ولا ساعة واحدة، وقامت جاية واخدة بعضها وراجعة على تل أبيب بسرعة. وهناك وأول ما وصلت قدمت بلاغ رسمي ضد شلومو نور. بعد ما حققوا معاها وسمعوا منها كل التفاصيل طلبوا منها إنها تتكتم على الموضوع بشكل تام، طبعا عشان الجرايد ما تتكلمش في الموضوع، وكمان شلومو نور أو سليمان نور ما يشمش خبر ولا يعرف أي حاجة عن اللي حصل. وبالفعل مشيت الأمور على كده وفي منتهى السرية. وبعد ما تقريبا عدى شهر كامل استدعوا بقى شلومو نور لتل أبيب بحجة إنهم عايزينه في شغل. وأول ما وصل على مطار بن غوريون كانوا في استقباله وتم إلقاء القبض عليه، والدليل على إنه ما كانش يعرف أي حاجة عن اللي حصل إنه كان نازل على سلم الطيارة وشايل في ايده علبة تورتة عشان اولاده وعشان زوجته. وطول فترة التحقيق وهو بينكر تماما كل الكلام اللي قالته لنور أبرجيل. طبعا بعد الكلام ده ما حصل بدأت الصحف الاسرائيلية والصحف العالمية تتناول الموضوع ويتكلموا عليه بشكل تفصيلي. المصادفة بقى اللي حصلت ان سليمان نور وهو بيتحقق معاه او اثناء محاكمته في بنتين ظهروا وقدموا بلاغات ضده، واحدة منهم كان اسمها ناتان شيميت والتانية اسمها إيلا أدان. كل واحدة فيهم قدمت بلاغ ضده اتهمته بالاعتداء عليها وقدموا كمان الأدلة اللي بتثبت صحة كلامهم. بعد البلاغين اللي اتقدموا والأدلة اللي قدموها البنتين ثبت للمحكمة باليقين إن سليمان نور ارتكب فعلا الجريمة اللي بلغت عنها لنور أبرجيل. حاولت المحكمة ساعتها بقى إنهم يساوموه في مسألة الحكم، قالوا له لو اعترفت هنحكم عليك بحكم مخفف، إنما لو صممت برضو على الإنكار فهنحكم عليك بالحد الأقصى للعقوبة 16 سنة. سليمان نور برضو فضل مصمم على الإنكار، وللسبب ده حكمت عليه المحكمة بالسجن 16 سنة. قمة الإهانة والوضاعة والمزلة اللي تعرض ليهم سليمان نور وهو بيتحاكم إن القاضي الإسرائيلي اللي كان بيحاكمه، القاضي ده كان اسمه أوري جورن، وده كان رئيس المحكمة المركزية في تل أبيب. قال له لقد جئت هاربا لإسرائيل وتم منحك الجنسية وجواز السفر لتعيش به آمنا وليس لترويع واغتصاب النساء. وبعدها أصدر الحكم عليه بالسجن لمدة 16 سنة، وقضى العقوبة بشكل كامل داخل واحد من السجون الإسرائيلية اسمه سجن مع سياهو، وهو بيقضي فترة العقوبة بعد ما قضى منهم 14 سنة كاملين
فجي سنة 2013 قدم طلب بالتماس العفو عن السنتين اللي باقيين. قامت جاية لنور أبرجيل قدمت هي كمان طلب رفضت فيه العفو عن سليمان نور، وطلبت من المحكمة إنه ينفذ مدة العقوبة كاملة 16 سنة، وبالفعل نفذ العقوبة بشكل كامل، وبعدها أخذ إفراج سنة 2015. طبعاً لنور في الوقت ده بقت شخصية معروفة ومشهورة جداً، سواء في الأوساط الإسرائيلية أو حتى في الأوساط العالمية، وحالياً كمان اتعمل فيلم عن جزء من القصة وبيتكلم عن عشرات من ضحايا الاغتصاب. يثير بقى الغرابة عند حضرتك إن سليمان وبعد ما تم الإفراج عنه اتعمل معاه لقاء تلفزيوني على القناة العشر الإسرائيلية. اللقاء التلفزيوني ده كان عبارة عن كمية من المتناقضات الشخصية اللي يخليك تبصم بالعشرة كده إن الراجل ده تحول لمريض نفسي. طول اللقاء وهو ما أنكرش أي حاجة من اللي حصلت، ما أنكرش إنه خدم إسرائيل، ولا أنكر إنه تخلى عن جنسيته المصرية وأخذ الجنسية الإسرائيلية، ولا حتى أنكر إنه تخلى عن ديانته واعتنق الديانة اليهودية. يعني في أول اللقاء بيعترف وإنه مش ندمان على أي حاجة قدمها لإسرائيل، وفي نفس اللقاء برضه بيقول إن اللحظة اللي ضيعت حياته هي نفسها اللي قابل الراجل اليهودي فيها في القاهرة. ما تعرفش بالظبط الراجل ده ندمان ولا مش ندمان، لكن الواضح جدا إنه تحول لمريض نفسي خلال ال 16 سنة اللي قضاهم في السجن. وهنا كانت نهاية ملف الجاسوس سليمان نور سليمان. والحقيقة إن القصة واضحة زي ما حضرتك سمعتها بالظبط. البداية بتبقى عبارة عن تجربة، عبارة عن كلمة بتترمي ليك عشان تتسحب رجليك، وبعد كده التجربة تبقى مرة في اتنين في تلاتة لحد ما تدوس وتغرز برجلك في الغلط، وبعدها لما تحاول ترجع تلاقي نفسك مش عارف، وهنا بقى بتحصل المصيبة وبتحصل الكارثة. وعشان كده وللسبب ده دايما أقولك خليك حريص في موضوع التجربة، دايما أقولك خليك حريص في موضوع التجربة، بلاش يسحبوا رجليك في البرامج اللي بتطلع لك في الإعلانات. وشباب كتير أو مراهقين كتير فاهميني وعارفين أنا بتكلم عن إيه، البرامج اللي بتطلع لك في الإعلانات ويقولك ده برامج تعارف وبرامج تقارب، وبعد كده حضرتك تروح جاي عامل الايميل وتدخل عشان فلانة تكلمك وفلانة معرفش ايه والكلام الفارغ اللي بيحصل على البرامج دي. اللي عايزك تفهمه يا حبيبي ان البداية بتبقى حلوة، لكن النهاية اسوأ واسود مما تتخيل، وجزء كبير جدا من اللي دخلوا في الحوارات دي موجودين دلوقتي في السجون، وكتير سمعنا عن اسمائهم، مفيش داعي ان احنا نذكر اسماء حد، لكن خد بالك وصحصح لنفسك، وأرجو من حضراتكم أولياء الأمور اللي بيسمعوني خدوا بالكم وحرصوا على أولادكم. وبإذن الرحمن قريب جدا هكون مجهز لكم حلقة عن البرامج دي بتشتغل إزاي في مصر، وإزاي بيتم سحب الناس أو إزاي بيتم تجنيد الناس عشان يشتغلوا في البرامج دي بادعاء كسب المال. والحد هنا وهنا بتخلص حلقة النهاردة، ويا رب ما أكونش طولت عليكم، ويا رب أكون قدرت أفيدكم. ربنا يحفظكم ويحفظنا ويحفظ أولادكم ويحفظ أولادنا. عاشت الأمة العربية وعاش الشعب المصري العظيم، وإلى اللقاء، وتحيا مصر. سلام عليكم.